بتقولي مين يا فكريه؟ الباشا بيقول امي مجدي. فتحيه يا دي النايبه، ودي رجعت لنا منين تاني دي؟ ماما. ايوه حبيبي، عايزه تشوفك. ان كان على الولا انا بعت اجيبهولك علشان تشوفيه، اكتر من كده مالكيش عندي حاجه. اعمل معروف، اديني ابني، انا ماليش غيره. احب عليك. ابعدي عني، استغفر الله، ما تركبنيش ذنوب. طبيعتي لما انت محروقه على ابنك قوي كده، كنت رميتيه ليه من اصله؟ مش بخاطري، غصب عني والله العظيم. الراجل اللي اتجوزه صمم ان مجدي ما يسافرش معانا، وقال لي انه مستعد يربيه لو كان يتيم ملوش اب، لكن ما دام له اب على وش الدنيا يبقى هو اولى بلحمه. يا سبحان الله، وايه اللي حصل فجاه يعني؟ ربنا هداه قال لك روحي هاتيه؟ ما خلاص، هيقول فين بقى؟ الله يرحمه. ايه دي؟ هو الراجل مات؟ مات في حادثه عربيه هناك. لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يحفظنا. بس انت ما تسكتيش، انا عارفك، تلاقيكي ورثتيه، غبيتي من وراه غبه كبيره قوي. يا حسره، لا طلع لا وراه ولا قدامه، كان بيضحك عليا ويقول لي انه مقاول كبير اللي شالنا ورانا في السعوديه، طلع حته موظف في شركه مقاولات وما يحتكمش الا على مرتبه، ودي كانت تاني سنه له هناك. يا سبحان الله، طمعان جبنا له بيت فلا سنج يسكن له فيه. مجدي يا باشا. ابني حبيبي، روح قلبي، وحشتني، وحشتني قوي يا مجدي، وحشتني قوي يا حبيبي. بسم الله ما شاء الله، بقيت قمر يا مجدي. مش هروح معاكي. انا ماما قلت لك مش هروح معاكي. قسيتوا قلب الواد عليا؟ حرام عليكم. احنا لا قسينا قلبه ولا جبنا سيرتك قدامه من اصله، انما اهمالك ومعاملتك الرزله ليه، خصوصا بعد ما اتجوزتي، وبعدين تلطيمك ليه عند جارتك لما جيتي تسافري، هو ده اللي خلاه مش طايقك وكرهك من جواه. ما حصلش، ما حصلش. تعالى يا مجدي. مجدي عارف ان انا بحبه وهو بيحبني، غيرش بس انه عيل وزغللته عنيه باللبس واللقمه الحلوه والفيلا. صحيح انا فقيره، لكن بحبي وحناني هعوضك عن كل حاجه يا مجدي. لا، انت كنت تضربني وكنت بتقولي مش هوديك المدرسه وابعتك تتعلم صنع فرشتات والميكانيكي. ما حصلش، كذاب، انت بتتبلى عليا يا ولا. خلاص خلاص يا ست فكريه، خدي الولا ودي اوضته، وخدي باب الاوضه دي في ايدك وانت خارجه. فتحية دي جاية عشان سي مجدي. الله أعلم، حاكم فتحية دي اتفت لها بلاد. أنت مش ملاحظ إنها لابسة أسود؟ يا ترى حزنانة على مين؟ فكر أنت أبو مخ نمر ورصاها جنب بعضين، جاية ولابسة أسود وواقعة في عرض الباشا، يبقى جوزها مات. صح، بس الباشا فهمها كويس وهيرجعها. أفاها يقمر عيش. سؤال ايه يا باشا؟ سؤال بيني وبينك يا فتحيه، عايزك تجاوبي عليه بصراحه ومن غير ما تخافي من اي حاجه. اسال يا باشا، انا تحت امرك. الولا مجدي ماله؟ هو صحيح في شهاده ميلاد وورق رسمي بيثبت انه ابني، يعني قدام القانون كل شيء تمام، لكن انت بس يا فتحيه، انت لوحدك اللي تعرفي الحقيقه. وأقسم بالله العظيم ثلاثة يمين أتحاسب عليه قدام ربنا يوم القيامة لو قلتي لي حتى إن الولا مش ابني، ما هعمل أي شيء يضرك، بالعكس أنا هكمل برضه وهربي لك الولد، لأنه أولا شايل اسمي قدام الناس، وبعدين بصراحة ربنا أنا حبيته، وفي الآخر الولا ملوش ذنب. يا مصيبتي، أنت بتتهمني إن أنا خنتك يا باشا؟ مش شرط يا فتحية، ما هو الشرط، إنما جايز زي أختك ما قالت زمان للمتر شفيق، تكونوا استلفتوا الولا ولا خطفتوه حتى من أمه الحقيقية
علشان تضغطوا عليا وتسوموني. لا مش احنا اللي قلنا الكلام ده يا باشا، ده المحامي هو اللي هوشنا وضحك علينا وفهمنا ان عنده اثباتات تودينا السجن. خوفنا لاننا غلابه ومش قد الناس الكبار، هودناه وقلنا ننفد بجلدنا. يعني يا فتحيه الولا مجدي ده يبقى ابني ومن صلبي؟ طبعا يا باشا. انت عارفه دي ايه يا فتحيه؟ مصحف. تحب احلف لك عليه؟ قبل ما تحلفي، انت عارفه اللي بيحلف على كتاب ربنا كذب بيكون جزاته ايه؟ اعوذ بالله، على جهنم حتف. على جهنم؟ طب خدي حلفي. لا استني، انت الاول طاهره ولا لا؟ طبعا طاهره يا باشا. وحياتك يا دي المصحف، وحياتك يا دي المصحف، ان شاء الله اعمل وموعد اتحرك تاني، ان الولا مجدي ابني وابن سليمان غانم من لحم ودم. يا سلام، ربنا يريح قلبك زي ما ريحت قلبي. يا لو تعرف الهم اللي كان راسخ على قلبي وما بين يمنيش الليل. بس انت ايه اللي دخل الشك جواك يا باشا؟ حاجات كتير يا فتحية، أولها السن. أبو السن برضو له أحكام. وبعدين الديسك، هو الديسك ليه مش مشكلة برضو؟ وبعدين الفكر اللي كان طايلني ليل ونهار، ما احنا كنا متجوزين وانت عارفة كل حاجة بقى. فاشر ده انت كنت يا خرابي، لولا كسوف انا كنت قلتها لك يا باشا. امال الواحد يقول ايه دلوقتي؟ ده اللي بسم الله ما شاء الله. ماني اصلي رحت يعني في المستوصف بتاع الست حنة سلطان دي في رومانيا. اي والله في رومانيا. وبعدين هم قالوا لي انني ما عنديش ديسك ولا حاجه، دي مزق في عضلات الظهر، بيحصل حتى للي قال بيلعبوا كوره دول زي حسام حسن والناس دي. اي والله. وبعدين عارفه دول بيرجعوا النفر شاب من اول وجديد. وانا كمان بقول ايه اللي جرى، بسم الله ما شاء الله، ايه ده الوش منور وبقى زي البدر في تمام. ولا وايه والعود اتشد وبقى زي عود الخيال. لا عيني عليك بارده يا باشا، ده انت بقيت ابن 20. 20 دي ايه؟ طب قولي ابن 30 تبقى معقوله؟ تحب احلف لك يا باشا؟ لا لا تعال. احلف ايه؟ ما هو النفر بيبقى حاسس بيني وبينك، كان حاسس ان الدمويه بتجري في عروقي. يعني هي مش مساله 30، لا انا حاسس اني بتاع 39 سنة. يعني في عزك يا باشا. ربنا يعز مقدارك يا توعة، انت بنت حلال. وبعدين اولا واخيرا انت ام ابني والواجب اكرامك علشانه. يعني هتسمح لي اخد مجدي يا باشا؟ يا ريت، بس ما هو قدامك اهو الولد اللي مش راضي واني ما اقدرش اغصب عليه. بس ده حرام يا باشا. استني بس، انا كمان ما احبش الحرمانية، انا عارف انك عايزة تاخديه عشان تتسندي عليه وينطر عليك الخير، بس دي حكاية أنا عندي دواء. أنا نفسي أعرف إيه اللي قعدها كل ده جوه. والله يا ستي الحاجة ما نعرف قيمتها حاجة، قاعد يتحدد معاها جوه. وإيه اللي قفل عليهم الباب؟ الست فكرية وهي خارجة قفلت الباب وراها. أيوه أنا سمعت بقولها خد الباب في إيدك وأنت خارجة. طب هم أنت يا بهروز افتح الباب. لا يا حاج انا ما اقدرش، الباشي رجع من اوروبي متعافي، ولو خبطني خبطه كده هبقى سوى الارض. طب اسكت انت يا خايب، روح انت يا مليجي، انت ناصح افتح انت الباب. يا لهوي بالي، حرام عليك يا حاج، بقى يهون عليكي؟ يهون عليكي بعد العمر ده كله اتهزق واتهان؟ بقول لك يا حاج، انت هني الكل في الكل، يحق لك تفتحي اي باب. افتحي. هنشوف لك مطرح وهيتفرش احسن فرش تعيش فيه انت واختك، وبعدين هرتب لكم شهريه تعيشكم مبسوطين. وان كان على مجدي يعني كل يوم خميس هبعته لك مع بهروز او المليكي، يبيت معاكي ويجيني اخر النهار يوم الجمعه، دي نظامي. ربنا يخليك لينا يا باشا، ولا يحرمناش منك ابدا. استغفر الله، بس خلي بالك ان
النظام ده طول ما انت مش متجوزة، لكن لو اتجوزتي هيتلغي. انا جربت حظي واستكفيت يا باشا، جواز ايه تاني؟ جواز ايه ده اللي انت بتتكلموا عنه يا سلمان؟ ايه ده؟ ست الحاجة والنبي وحشة. اوعى يا بت. ايه ده؟ انت كان انت عصيفة ولا ايه اللي بتعملي ده؟ ازاي تخش هرسة كده من غير احمر دستور؟ داري واخش اي اوضة فيه، وخصوصا الاوضة اللي انت قافلها عليك انت والبت الملعونة دي اللي كانت بعقلك حلاوة. الله يسامحك. بس بقى ولا كلمة. جرالك ايه يا وصيفة؟ خلي بالك ان فتحية دي كانت مراتي، وبعدين تبقى ام مجدي. فاهمة دي ولا لا؟ يعني لما تيجي البيت لأي سبب إن كان لازم تتوجب وتحترم. سيبك من الكلام ده دلوقتي يا سليمان، أنا عايز أعرف جواز إيه اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عليه. والله ما انت فاهمة حاجة. طيب يا فتحية اتفضلي انت دلوقتي، واللي اتفقنا عليها ماشي وهيتنفذ بالحرف الواحد. سلام. كتر خيرك يا باشا. تصبح على خير يا ست الحاج. لا بقى تصبح على خير. ألف سلامة. مع السلامة أم مجدي، شرفتي. سلامة. اسمعي يا وصيفة، اللي جرى بيني وبينك في الخمسين سنة اللي فاتوا دول كوم، واللي بيجرى النهاردة كوم تاني. يعني ايه يا ابو زاهر؟ يعني نجري مخك وحاولي تفهمي زي المريادين ما بيفهموا، وإلا انت اللي هتوضري روحك وهتخيبي خيبتي. يعني الصفة الوحيدة للست فتحية دي عندي انها ام مجدي. مجدي ابني اللي ربنا بعتهولي عشان ينور لي ضلمة اخر العمر ويكون سندي في حجزي، والواد اني روح رايح حاله وهافف عليه، واني عشان خاطره هكرم امه مش هسمح لها تتبهدل ابدا. ومدام قلبك حنين كده على الواد وامه، طب ما تكمل جميلك وتديهولها تكمل ربايته، وبدل ما ترعاها هي لوحده رعيهم هما الاثنين. هالبت ما انت بتكرهي الولا يا وصيفة. انا ما بكرهوش يا سليمان، وانت عارف ان انا ما بكرهش حد، بس امه اولى بيه. ايوه كده، باني على حقيقتك وطلع اللي في بطنك، بس شطرة رايحة جاية بالواد قدامي تقولي اني اللي هاكله البسبوسة يا سليمان. الواد هفتان هتفس له جوز حمام في برام رز. لا انا عايز احمل ولا لازم ياخد عليا وما يتكسفش مني. معلوم يا سليمان، امه كانت بعيدة عنه وانا قلب حن عليه، لكن دلوقتي امه رجعت وانا مش هكون احن عليه من امه. طب ما انت كنت احن على زهرة من امها. زهرة؟ لا زهرة حاجة تانية، ان كنت لسه صغيرة وبعفيدي. دلوقتي انا كبرت وصحتي ما عادتش تستحمل رباية العيال، وبعدين المثل بيقول جوحة أولى بلحم طور. طوره؟ لحم الطور ده يبقى لحمي أنا يا بنت المرزوقي. مع ذلك خلاص أنا مش عايز كلام، على كيفك. خليك انت بعيد ومالكيش دعوة بالواد، وسيبيه للست فكرية هي اللي هتربيه. يعني سيب الواد خالص، طلعيه من نفوخك. وتقلي يا وصيفة ان الولا له في الدار دي لحقوق فيها، ومحدش هيقدر يطلعه منها ابدا. بالعربي الفصيح كده ما تتحشريش في اللي مالكيش فيه، وان كان على اللي بيني وبين امه دي حاجة تخصينني. وفي كلمتين عايز اقولهم لك تدخليهم جوه دماغك وتربسي عليهم. لو فتحت معايا الموضوع ده تاني انت اللي هتسيب الدار مش مجدي. الو ايوه ياما، ازيك؟ اهدي اهدي، انت بتعيطي؟ طب فهميني ايه العبارة بالظبط؟ وبعدين؟ يعني مشيت؟ طب ما هو كده مظبوط ياما. حلمك عليا بس، حلمك عليا. لا لا لا، ما تاخديش في بالك، ما تاخديش في بالك ياما، واوعي تتسرعي.
بقولك ايه ياما، ادي نفسك فرصة لحد الصبح وفكري، لو لقيت نفسك مصممة اديني تلفون وانا جاخدك. ماشي ياما، تصبحي على خير. خير يا زاهر؟ مالها يا عمتي؟ ابدا، البت توحى ام مجدي الظاهر والله اعلم جوزها مات ورجعت مصر، راحت الفيلا حدانا عشان تشوف ابنها. هي مشيت من هنا وامي دقت خناقه مع ابويا من هنا، وراسها والف سيف انها تسيب له الفيلا وتيجي حدانا. قلت لها تصطبر لحد الصبح. هي ما بقتش ترتاح مع جوز عمتي، واحسن لهم فعلا ينفصلوا، زهقوا من بعض ومحدش فيهم بقى طايق صاحبه. طب هم ليهم حق يزهقوا، قادلهم 50 سنة متجوزين، الدور والبايع اللي بقالهم 15. زاهر بلاش نفتح الموضوع ده. لا يا بنت خالي، هفضل افتحه لحد ما افهم. من يوم ما ردتيلي ما نمناش ليلة على سرير واحد، وحججك ما بتخلص. عارفة الست اللي بتحوش نفسها عن جوزها بتركب ذنوب قد ايه؟ عارفة. ولما انت عارفة بتعملي كده ليه؟ عازلة نفسك مع الولاد وسايباني لوحدي ليه؟ حالة نفسية. نعم يا اختي، حالة نفسية؟ يعني ايه؟ جالك لطف؟ عدها كده. لا يا بنت خالي، مش عدها كده، لاني فاهم ايه الحكاية بالظبط. انت كرهاني ومش قبلاني من يوم ما ابويا رجع لي المال اللي كنت راكباه. اصلك كنت نايمة على حرير يا فاطمة، وفاكرة انك خلاص حطيتي جوز عمتك في جيبك. انت الوصية على المال، وانت اللي ماسكة شركة المقاولات. لكن لا، ابويا عقر وعقله يتوزن بالالماس، رجعك ليا في الاول وبعدين رجع كل شيء لاصله، ولقيت نفسك بره. طب تعملي ايه وتنتقم ازاي؟ ابويا وما انتش طايلاه، ما لقيتش قدامك غيري. طول عمرك نبيه وبتفهمها وهي طايره، والحمد لله انك عرفت وتاكدت اني مش طايقاك. بقى كده يا فاطمه. ماشي، بس انا راجل برضه، والحل والربط في ايدي، وبكره تشوفي. استنى يا زاهر، رايح فين ده بهدوم النوم؟ يا مصباح، قوم فز من نومك يا طور وافتح. يا مصباح. ايه انت يا بغي؟ مين اللي بينده علي؟ افتح الباب. خير يا زهر بيه. صح صح يا واد، وفهمني. ايه قرأ ايه يا اخي زهر بيه؟ بقى انت مصحيني من احلاها نومة عشان افهمك. بقول لك ايه يا بغل، فوق لفوقك. انا فايق فدان 24 راس. اول ما النهار يشقشق تاخد بعضك وتركب وتروح على ميت الغانم. تروح على فين؟ على المصنع عجل، عندي شغل. انت بتستهبل يا ابن السيتت؟ طب ما هو على يدك يا سي الظهر بيه، ما هو جلال بيه معيني في المصنع موظف. هو الظهر بقى اني اللي حرفيدك منه لو ما كنتش تتعدي. طب تضمن لي ان هما ما ياخدونيش غياب؟ يا ودني صاحب المصنع. ايوه، لكن ما حدش بيعمل لك اعتبار. هي حصلت يا مصباح الكلب. لا ما بقول لك ايه، هتودي روحك في ده يا ليه. اوعى انت عاوز اهمن ميت الغان. تعرف دار جماعتي الست عزيزة اللي في البلد؟ قصدك اللي كانت جماعتك؟ ايوه يا فالح. تروح تقول لها تركب وتيجي هي وولادها على وجه السرعة. تيجي على ايه؟ بكرة. تيجي بكرة. وهتدفع لهم يا علي؟ مضطر يا حبيبتي، 4 توكيلات كبار زي دول ممكن يسحبوهم مني في اي لحظة، في غلام في السوق، اي واحد منهم مستعد يدفع اللي هم عايزينه، ده غير بقى الضرايب والجمارك. بس ده مش فساد وبس، ده جشع كمان. يا ست بلاش الكلمه على الصبح دي، الفساد الفساد.
على كل ان هم بيكسبوني اضعاف اضعاف اللي هم بياخدوه. طب وموضوع انضمامك للحزب ودخولك الانتخابات؟ انت ايه رايك؟ كماله الحمايه والوجاهه كمان. بالظبط. على كل ان النهارده عندي اجتماع في امانه الحزب. صحيح انا نسيت، انا اسفه قوي يا علي. خير سيدي. امبارح قبل ما تيجي بالليل اتصل بيك الاستاذ فوزي حماك نمره 2، الزهر كانوا عايزينك ضروري. الو، شوفي يا هانم، هو حضرتك عندنا من امتى؟ من امبارح؟ طب اهلا اهلا وسهلا. كانوا بيقولوا لي ان عم عايزني. شيرين مالها؟ طب انا جاي حالا. طلعني يا علي. ما كل شويه طلعني يا علي، طلعني يا علي. البانه بوقك ولا لعبه كل ما تفتكريها تلعبي لينا شويه؟ ما بدهاش البنت دي، لازم تبطل هبل. مفيش حد مننا هيتحشم. من فضلك طلعني يا علي. ده عشان باباك اتصل بيا وما لقانيش. لا، عشان نسيني ورميني ولا كأن مراتك وليه حقوق عليه. بس لظروف انا شرحتها لك وساعتها انت وافقتي. ومش كده وبس، بتيجي هنا غلطه غلطه. واضح ان شكلي وانا حامل بقى مقرفك مني قوي. صحيح بالمره؟ لا صحيح يا علي، وبان عليك من اول يوم عرفت فيه ان انا حامل. ساعتها نلمت وانكبست وما بقتش عارف تقول لي ايه، وبدل ما تقول لي كلمه حلوه اتكشرت واتخانقت معايا وقلت لي مش كنا متفقين ان احنا ننظم، مع انك متاكد ان انا مش غلطانه والدكتور هو اللي قال لك كده. كمان احتفظتي بالجميل، كان ممكن ينزل، ده كان في الشهر الثاني. عايزني انزله يا علي؟ ده انا ما عملتهاش في باسل، وانا كنت ساعتها كمان متطلقه منك. احنا هنناقش الحمد دلوقتي؟ وانت خلاص مفيش اقل من شهر وتولدي؟ تكرهه يا علي؟ نعم حبيبتي، معقول؟ معقوله انت تجيبي لي بيبي وانا اكرهه؟ علي انا كنت تعبانه قوي امبارح، عشان كده بابا سأل عليك. سلامتك. طبعا. طب ما اتصلتيش بالدكتور ليه؟ تعرف الدكاترة قال لي ده دي ألم طبيعية بتحصل لحد ما يتم الوضع. الحمد لله، يعني مفيش حاجة مش طبيعية يعني. علي أنا محتاجة لك، أنا مش محتاجة الدكاترة خالص، محتاجة لك تكون جنبي على الأقل في الأيام الفضلالي دي. طيب. حاضر حبيبتي، بس ايدين النهارده وبكره. خلاص يا علي خليك، انا مش عايزاك، ما تجيش هنا، خليك قاعد جنبها على طول. خليني انا المهمله، انا اللي مركونه على الرف، مع اني انا الزوجه الاولى اللي على حق بالرعايه والاهتمام. انا قصرت معاكي في ايه؟ انت طلبت تعيشي في فيلا احسن من اللي عايشه فيها زهره، قلت لك حاضر، جبت لك فيلا احسن من اللي عايشه فيها زهر، فرشها لك احسن فرش. قلت لي عايزه عربيه، قلت لك حاضر، جبت لك ماركه محترمه، مجوهرات، هدومي كلها من باريس. انت انا طلعت مجله، قلت لك انا كمان عايز اطلع مجله، قلت لك حاضر. جبنا 2 من اكبر الصحفيين عشان يعملوا لنا دراسه وميزانيه. احسبها، احسب صرفت عليا قد ايه كمان يا علي. لا يا شيرين، ده مش قصدي خالص. انا مش عايزه فلوسك، مش عايزه اي حاجه منك. عربيتك واقفه تحت في الجراج، اتفضل خدها. الفيلا هي قدامك، انا مش عايزه منك اي حاجه، هدوم، مجوهرات، كل حاجه موجوده هنا في الدواليب. افتح وخد كل اللي انت عايزه. انا هاخد بس ابني، هرجع تاني لبيت ابويا في الحلميه وهربيه، ومش عايزين لنا ولا ابنك اي حاجه منك. وكمان يا رب اللي باقي ده ينزل ميت. اطلعي يا شفيقة، شوفي بنتك مالها. يا سابل الستر، استرها معانا يا رب، البنت حامل وصحتها مش مستحمله. هو اكد لك ان هي بتنزل الزعامة. شوفي يا عمي، لما بنتك تهدى اقعد معاها وشوفها هي عايزه ايه بالظبط. انا حطيت صوابعي في الشقه، ويكون في معلومها ومعلومكم، مفيش طلاق قبل ما تولد، وبعد ما تولد اذا كانت مصره على الطلاق تتنازلي عن حضانه باسل والمولود الجديد. على مهلك يا باشمهندس.
وبلاش لهجة الإنذارات دي. هي صحيح قالتلك كتير طلعني طلعني طلعني، لكن ما كانتش تقصد اللي بتقوله ده. هي كانت واقعة تحت تأثير شغلها اللي ما قدرتش تحقق فيه أي طموح بسبب ظروفها معاك، وجاي دلوقتي تتخانق معاها وتوجه لها إنذارات. على فكرة إحنا لو حبينا نطلقها مش هنترجاك ومش هنتنازل عن أي حقوق ليها. أنت اتجوزت عليها من غير ما تديها خبر، وده أضر بيها، وأي قاضي هيحكم لها بالطلاق من أول جلسة. واجب أنت بقى تقعد مع نفسك وتفكر كويس قوي، واللي أنت عايزه إحنا هنعمله لك، وحسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا ماما، أنا كده ضعت وانتهيت. بعد الشر عليك يا بنتي، إن شاء الله اللي يكرهوك. ما يهمنيش، ما يهمنيش لو العالم كله بيكرهني وهو بيحبني. طبعا يا بنتي بيحبك. بأمارة ايه؟ ده قاعد ما عندها الوقت كله ورميني انا، وانا محتاجه له اكتر من اي وقت عدى. من ساعة ما هانم خلفت له ابنه التاني وهو رميني انا وباسم ونسينا، اتخانق معايا علشان بقيت حامل المره الثانيه، وقال لي اني مش عايز ولاد غير باسم ونزار وبس، يعني كره ابني من قبل ما اخلفه، واخرتها بيعيرني بالمجوهرات وبالفيلا وبالهدوم، لدرجه اني كرهت نفسي، هانت عليا لدرجه اني بتمنى اني اموت. احس عليك يا شيرين، اوعي تقولي كده تاني يا بنتي. انا هتصرف، انا هكلم الست انيسه نشوف لها حل معاك. اهلا 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 ليكي وحشه يا حبيبتي. انتي اللي وحشاني قوي قوي. اما مفاجاه حلوه بشكل. طاهر قال لي اتصل بيها اقول لها ان انت رايحه، قلت له لا سيبني اعملها لها مفاجاه. يا حبيبتي الحمد لله على سلام. الله يسلمك. اهلا بيك اهلا بيك يا حبيبتي. اما انا جايبه لك حته الدين هديه، اكلي سمك وجمبري من اسكندريه. شيري الله يا مرسي يا ابو العباس، هو انا غريبه يا حبيبتي عشان تتعبي نفسك وتجيبي لي هدايا؟ لا ما تكسفينيش، دي هي يا دوبك غزوه صغنطوطه كده على قد انا وانتي، هشيلها في المطبخ. لا شيليها في التلاجة بقى، انا النهارده هاكلك فته بالخل والثوم مع لحمه بتلو محمره. الله اكبر، وحشني اكلك قوي يا ابو الانيس. ولا انا والشيف يا حبيبتي. الو، اهلا يا ام شيرين. ازاي شيرين، عامله ايه في الحمل؟ هي ميعادها امتى؟ قربت يعني؟ يا رب تولد بالسلامه. ايه ماله علي، عمل ايه تاني؟ ايوه يا نهله، عندي مواعيد ايه النهارده؟ حد منهم جه؟ طب اتصل بيهم وقول لهم يجوا لي بكره. كلمني بتوع الفار ايست، خليهم يجوا لي بالليل، انا عندي مشاوير مشاجع قبل الساعه 4. مع السلامه يا مشيري. اخص عليك يا علي كده برضو. ايه يا ابله انيسه مالك في ايه؟ علي يا ناهد بنت نازك واكل عقله وقلب كيانه ومخليها يهمل شيرين، والبت على يومها وليلتها محتاجه له جنبها. ما هي اللي غلطت من الاول، عارفه ان زهره في قلبه ومش هتخرج منه، صارت لكرامتها وقالت اسيبه واتطلقت فعلا. ايه اللي خلاها ترجع له تاني؟ بتحبه يا ناهد، ما قدرتش تشفي قلبها من حبه، وهو كمان لما عرف انها حامل كان هيموت لغايه ما يرجعها. صراحه ربنا ما اعرفش انا حب ايه ده اللي يخلي الواحده تفرط في كرامتها، قلته احسن. خليك انت قبل انا هفتح. تلاقيها ام صبري ميعادها دلوقتي. اهلا يا استاذ علي. اهلا، ازيك؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا نهى؟ الحمد لله كويس. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازيك وزي طاهر؟ كويس الحمد لله بخير. يا ترى جه معاكي؟ لا ده انا جايه اطلع شهاده التخرج بتاعتي وهسافر بكره. جيت في وقتك يا سعالي. ازيك يا ام علي؟ وحشتيني يا قطقوطه انت. بطل اوانطه يا اخوي، ليا معاك حساب كبير. كنت ماشيها باسمة الحق يا ام علي، ملتزم بيها في كل صغيرة وكبيرة،
زهرة تقبلت الوضع عن طيب خاطر. مش بس كده، دي كانت بتساعدني عكس الأستاذة شيرين اللي خنقتني بالغيرة والشك والوساوس. بقيت الأيام اللي بكون فيها عندها كلها عياط وهستيريا، تعبت زهقت، بقيت أهرب أبعد عن وجع الدماغ. والمنطق سهل وواضح، بقيت أرتاح فيه، ألاقي زهرة رغم كل مشاغلها في مكتبها ومجلتها الجديدة شايلاني على كفوف الراحة، بتدفعني لقدام، توضب لي لقاءات مع ناس مهمين. مش بس كده، أنا بفضل صلاتها الصحفية فتحت أسواق في المنطقة كلها. مجموعة البدر يا أم علي بقى لها مكاتب، مشروعات، توكيلات في الشام والخليج والمغرب. عكس البيت التاني، كل يوم بواجه بمطالب جديدة. ده عشان زهرة فتحت مجلة جديدة تمويلها من ناشر عربي، أنا ما مولتش معاها بمليم واحد. تقوم بقى الست شيرين، لا ما تقتنعش، عايزاني أمول لها مجلة زي زهرة. هذه الحكاية يا أم علي. الحكاية مش حكاية غيرة ومطالب يا عالم، الحكاية إن شيرين ما بتفيدكش زي زهرة، وبدام زهرة هي اللي بتفيدك يبقى لها الأولوية ولازم ترضيها. لكن شيرين يعني ما وراهاش إلا المطالب والمصاريف. يعني إيه يا أم علي؟ أنا راجل امتيازي ماشي عواطفي حسب المصلحة؟ ما أنت بتاع سوق وتجارة يا علي. ماما أنت مصدقة الكلام ده؟ ما فيش قدامي غير أصدقه يا علي. لا بس أنا مش كده، وعمري ما أكون كده. أنت تبنيت كلام شيرين عشان طول عمرك بتحبيها، عمرك ما نسيتي إن زهرة بنت نازج الصلاحدار، عمرك ما حبيتيها، قربتيها منك، سمعتيها عن ذنب هي ملاش دخل فيه. وطول ما انت كده، طول ما انت كده عمرك ما هتكوني وسيط. الوسيط لازم يكون محايد يا ام علي، وانت عمرك ما كنت محايدة. الله، معقول يكون هو؟ ايه مالك بتبرطم؟ بتقول ايه يا فاروق؟ مالك بتبص للراجل ده كده؟ انت تعرفه؟ ايه اللي اعرفه يا معلم؟ ده الحاج خميس، زميل الحاج بسيوني وشريكه. ده الخمس والتاني بسه. مين دول يا هلا؟ انت مش فاكر يا معلم قضيه توظيف الاموال اللي شغلت الدنيا كلها من 3 سنين؟ اه مظبوط. الله، هو ده الخمس بتاع ال بالظبط يا معلم، هو ده الخمس بعينه. بس دول لازم يكونوا في السجن دلوقتي. ما هو ده اللي محيرني يا معلم. اخر يوم شفتهم هنا كان في القهوه، كانت ليله يا معلم ليها العجب. الله يرحمك يا حاج علام، خلانا نقفل عليهم باب القهوه، وقال لعمال ورشه الحداده يعبطوهم، وبالخرزانه السويسي وهات. الله يرحمه، كان طول عمره راجل شام وعنده نخوة، حتى هو في دمياط قبل ما ينزل مصر. طب اقول لك يا فاروق، نعم، هات له شاي وانا اروح العبه. واجب يا معلم. شاي بسرعة. كفارة يا معلم خميس. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وحضرتك تعرفني؟ ده كلام، هو في حد في الحلمية كلها ما يعرفكش؟ وزي المعلم بسه، هو ما جاش معاك ليه؟ لسه ما خرجش. ربنا يفك حبسه. وحضرتك مين؟ محسوبك سيد ابو ليلى، مدير عموم القهوة. اهلا 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 وسهلا. وما الحاج علام السماحي فيه؟ حاج علام تعيش انت بقى. لا اله الا الله، الله يرحمه كان راجل طيب. بقول لحضرتك ايه؟ ملاقيش هنا مطرح اوضه ولا اوضتين بمنافعهم. مرحبا يا حاج خميس، الشاي ده على حساب المعلم. تشكر يا معلم. الله، انت لسه زعلان مني يا حاج ولا ايه؟ عفى الله عن مسالف. انا ما بشيلش جوايا، والا ما كنتش عتبت القهوه دي من اصل. على فكره المعلم فاروق ما بينزلش طلبات للزباين ابدا، جاب لك الشاي بنفسه. يشكر، الله يرحم ايام زمان. قلت لي بقى انت جاي الحلميه عشان تدور على مطرح؟ لا، ده انا قلت اسال بالمره، يمكن
بس انا اساسا مدي ميعاد لواحد هنا. حد سال عليها معالي فاروق؟ اهو جه يا سعد. مدي ميعاد للواد سعد زعتر. اهلا يا حاج. اهلا. معلش اتاخرت عليك شويه، لكن عندي ليك اخبار مية مية. طب اسيبكم بقى تاخدوا راحتكم في الكلام. تعال اقعد. خير؟ عملت ايه؟ لقيت عيالك ومعايا العنوان. وبتدور عليا ليه يا مناي؟ الله 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 الله، هي دي برضه كلمه كفاره اللي بتقولها لي يا حاجه. طب تصدقي ده احنا كنا قلقانين عليكي اخر قلق. وتقلقوا عليا بمناسبه ايه؟ ما خلاص شريكك واتطلقت منه بحكم محكمه. ها هما ما قالولوش ولا ما قالولوش؟ قالوله يا حاجه، بس هو كان متفق معاكي تتطلقي وتبعدي بالخميره بعيد عن المصادره والحراسه بتاعه المدعي الاشتراكي. انا لا اتفقت ولا شفت خلقه حد فيكم من يوم ما اتقبض عليكم يا نصابين يا حراميه. ليه بس اللون ده بس يا حاجه؟ انت ناويه على غدر ولا ايه الحكايه؟ لا حكايه ولا روايه يا عيون مامتك. انا لا اعرفكم ولا ليكم حاجه عندي ابدا. اسمعي بقى يا حاجه كلمتين وخليهم حلقه في ودنك. الفلوس دي شقه عمرنا، لو فكرت تاكليهم تبقى عبيطه. دي فلوس مدهونه سم، لو دخلت بطنك تقلبك على ظهرك زي الفار الميت. حمدوقه حمدوقه اعملي معلمه. هات رجه وتعالى حالا. امرك يا ست المعلمين. حاسبك ما عرفتش خمس دقايق بس يعرفك من الفار. رجه يعني رجه.